برحب بحضراتكم من جديد. بيظهر شبح الطلاق في البيوت المصرية وبيختفي التفاهم تماما ما بين الزوجين. بيحاول كل واحد فيهم انه ينتقم لكرامته من التاني، ومن ساعتها ارتفع نسبة الطلاق في مصر من 7% الى 40% خلال 50 سنة الماضية. بتأكد الاحصائيات ان مصر بتحتل المرتبة الاولى عالميا في نسبة الطلاق، وفي مارس 2018 بالذات نسبة عدد حالات الطلاق وصلت 14,000 حالة، وزادت في 2019 بنسبة 26%. دي كارثة طبعا. وما بعد الطلاق والخلع تظهر مشاكل قانون الرؤية، وده حال لسان كل المطلقين اللي مش عارفين يتمكنوا من رؤية ولادهم غير 3 ساعات بس أسبوعيا. وما بعد الطلاق والخلع مشاكل قانون الرؤية بقى والمحاكم ومحاكم الأسرة. في وسط حالة من العناء تناسوا تماما ثمرة الزواج ليدفع الأبناء تمن وقعة لم يكن لهم يد فيها. وما بعد هذه الأزمات نفتح حوار أسباب الطلاق وأسباب نسبة ارتفاع الطلاق مع ضيفي المستشار القانوني الدكتور محمد فودة المحامي لدى المحاكم الجنائية والقضاء العسكري وأمن الدولة العليا، ومستشار التحكيم الدولي بالأكاديمية الدولية للتحكيم. ازي حضرتك؟ مرحبا بك يا دكتور. ازيك يا عم؟ شرفتني ونورتني في برنامجي. شرف ليا. بداية بقى فقرتنا عايزين نعرف ايه أسباب الخلافات الزوجية رقم واحد اللي بتوصل للطلاق أو نسبة ارتفاع الطلاق في المحاكم الأسرة. طبعا لا شك فيه ان ارتفاع نسب الطلاق دلوقتي وحالات الطلاق دلوقتي في الاونه الاخيره هو اصبح خطر يهدد الاسره المصريه ويهدد نواه المجتمع والاسره المصريه. حالات الطلاق كتير، يعني من اسبابها ليها اسباب كتير جدا. يعني انا في اعتقادي الخاص ان دي ازمه قيم وازمه اخلاق في المقام الاول. بمعنى ان الزواج دلوقتي اصبح ينظر ليه على انه طريقه للاستمتاع فقط لا غير. يعني الشاب دلوقتي بيتزوج ليه؟ انت بتتجوز ليه؟ بالظبط، هي دي الرساله، هي دي البدايه. انت بتتجوز ليه؟ هل بتتجوز عشان تكون اسره، عشان دي من سنه الحياه، او عشان كذا؟ لا، انا بتزوج دلوقتي اما يعني هو طريق للاستمتاع فقط لا غير. لذلك تفاجئ ما بيحسبهاش من كل الاوضاع الحياتيه، يعني ما بيحسبهاش من ناحيه الماديه ومن ناحيه هل هو يقدر يفتح بيت ولا لا، هل هو يقدر يتحمل الخلافات الزوجيه او الخلاف ما بينه وبين مراته بعد كده في المستقبل. مش هو ده اللي بيحصل؟ لا. شوف، انا عايز اقول لك حاجه. دلوقتي الميديا عندنا بتلعب دور مهم جدا في الامر ده. الميديا عندنا كمثال بسيط، الجامعات المصريه، احنا يعني كثره الترويج للامور المغايره تماما للطبيعه والمغايره تماما للواقع اللي احنا بنعيشه، زي الجامعات المصرية واللي بيحصل فيها من حالات. يعني الجامعات بتاعتنا دلوقتي اصبح فيها من زواج عرفي كتير جدا، اصبحت عادة منتشرة دلوقتي، اصبح الشباب دلوقتي بيشاهدوا التلفزيون فالمسلسلات والبرامج او المسلسلات والافلام. فاصبح تكون في عقيدة الشاب او في عقيدة الشباب دلوقتي عقيدة. ايوه تمام، ان 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 الامر ده هو الامر المعروف او الامر الطبيعي. تمام، فاصبح هو بيوجد ده في الواقع اللي احنا بنعيشه دلوقتي. بيقارنه بالواقع الموجود. بيقارنه بالواقع الموجود، يقول لك انا بحب فلانه اتجوزها، طب وبعد كده؟ ده ممكن يكون هو متجوز وعنده عيال كمان. طبعا. وبعد كده ما تجدش شيء بعد كده. ما بيبصش للنظره المستقبليه. هتيجي استهتار وعدم انفاق وعدم تحمل مسؤوليه. ودلوقتي احنا عندنا يعني نسبه كبيره جدا تصل الى 36% من حالات الطلاق دلوقتي راجعه الى راتب الزوجه. ده نسبه كبيره جدا. ده الزوجه، ده قانون الخلع ده بوظ الدنيا. مع احترامي لحضرتك، يعني قانون الخلع دلوقتي اي زوج دلوقتي بيكلم زوجته، حتى لو بيهزر معاها، حتى لو ممكن يهزر معاها يشتمها او يقول لها مثلا، نفترض يعني يقول لها اي لفظ ممكن يكون بعشم، تمام، تروح بالظبط على طول ترفع دعوه خلع. في بدايه برضو عشان برضو نعرف المشاهدين ايه هو قانون الخلع. قانون الخلع ده هو نصت عليه المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية وقرار وزير العدل رقم 1087. قانون الخلع ده هو بينظم أو بتلجأ إليه الزوجة في حالة عدم التراضي ما بينها وبين الزوج للتطليق. هي عايزة تتطلق وجوزها مش راضي، فبالتالي بتلجأ إلى المحكمة للطلاق عن طريق رفع دعوى خلع. طبعا مقابل ذلك بتتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية.
اه يا فندم كل مفيش حقوق. نفقة بقى ولا في أي لا لا حاجة. لا لا مفيش نفقة ولا في أي حاجة، طب كل حقوق. ولو في أولاد بتبقى لها حضانة الأولاد ولا؟ لا اه طبعا ليها حضانة الأولاد، قانون الخلع يعني لم يتطرق إلى حضانة الأولاد إطلاقا تمام. إطلاقا. طيب أنت شايف بقى إن قانون الخلع ده كان سبب من أسباب انفصال والطلاق أو نسبة ارتفاع الطلاق في مصر؟ اه طبعا بنسبة كبيرة جدا، يعني بقول لحضرتك نسبة 36%، 36% من حالات الطلاق دلوقتي عن طريق قانون الخلع. قانون الخلع يسر على الزوجة حاجات كتير جدا، يعني زمان أيام أجدادنا وآبائنا كان الزواج ده ميثاق دائم زي دلوقتي كده في بعض الطوائف، فكان أصبح ميثاق دائم، الزوجة بتتزوج خلاص بالنسبة لها الزوج ده الرب التاني، الرب التاني خلاص اللي يقوله كلامه يتنفذ الكلام ده كله. دلوقتي يعني احنا بنعاني دلوقتي من مشكلة السيدة أمينة، الشباب دلوقتي لما يجي بينظر للمرأة إن هي السيدة أمينة، يعني هو دلوقتي المرأة تطورت والعصر نفسه تطور فعلا والأيام المرأة تطورت، لا بقت بتساوي الراجل في كل حاجة، حتى بتساوي في الراجل، المؤسسات وفي بقت الوظائف بتشتغل، بقت ليها كيانها الخاص، ليها دخل خاص، بالظبط. فبالتالي اصبحت لا تحتاج الرجل في اي شيء، فبالتالي سهل عليها جدا انها تطلق او بقت مستقلة ماديا فمن السهل انها تتخلى عنه. طب هما ليه اه طبعا. اصلا يعني عملوا قانون الخلع ده؟ يعني ايه الحكمة في كده او ايه الفايدة في كده؟ يعني بما قانون ان الخلق انا شايف ان هو اصلا السبب الرئيسي في الخلافات الزوجية، بقت الزوجة هي اللي بتهدد الزوج ان حضرتك لو ما عملتش كده انت مع ده. يعني بسمع حاجات حكاوي كتير ان مجرد ان هي حتى مش حباه، يعني ممكن ما يكونش الزوج مش مؤثر في اي حاجه، لا ماديا ولا عاطفيا ولا زوجيا. انت فاهم قصدي؟ هو ليه بقى انشاء القانون ده؟ قانون الخلع ده انا قلت يعني انا دايما بقول العيب فينا ولا ندري. قانون الخلع ده في حالة عدم التراضي ما بين الزوج والزوجة على التطليق سهل جدا ان انا، وعلى فكرة مش لا يشترط ان الزوجة هي من تطلب الطلاق، بل ممكن ان الزوج هو من يطلب الطلاق، الزوج هو اللي عايز يطلق، مش لازم الزوجة. طيب في حالة عدم التراضي فبتلجأ الزوجة للمحكمة عن طريق دعوى الخلع. احنا يمكن انا صادفت قاضي في يوم من الايام بالضبط. كانت اي دعوى طلاق تنظر امامه يحكم فيها بالطلاق فورا على طول. طب ايه فورا. السبب بقى؟ السبب تحدثت معاه في هذا الامر في يوم من الايام صادفته، فسببه في الفكره دي قال ان الزوجه لا تطيق العيش مع زوجها داخل بيت الأسرة أو داخل الأسرة نفسها، مش عايزة تعيش معاه طب خلاص. هقطع حضرتك قبل ما نعرف في القصة. معانا الأستاذة عبير خضر، باحثة في شؤون المرأة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ أحمد، أولا مبروك على الجيم ورب يكون برنامج ناجح. الله يبارك في حضرتك يا رب، نورتيني البرنامج عندي والله. لضيف حضرتك المستشار محمد سودة. الله ازي يخليك حضرتك؟ يا فندم، الله يخليك. طبعا انا بعرضك في كلام لسه قلته دلوقتي عن موضوع الخلع، ان الست ممكن من اول كلمه ترفع الراجل خلع. مفيش واحد ست بتهد بيت بسهوله علشان قال لها كلمه وحشه، استحاله. احنا بنتكلم كلام عقل شويه. والله يا فندم انا شفت ده، يعني انا شفت قصص من دي بجد، يعني على المستوى الله الشخصي. يخليك، دي حاله استثنائيه، لكن ما تقوليش ست بنت بيت ومعاها اطفال وتعبت علشان لغايه ما جابتهم وبكل سهوله كده عشان جوزها قال لها كلمه ما عجبتهاش او مش على هواها تدخل الخلع. الخلع ده كان مستشار قال هي بتنزل عن جميع حقوقها، أي يعني الست بتدخل بتطلع منها من غير اي حقوق، يبقى هتعمل ليه كده بالطبيعي؟ ده اولا. تاني حاجه، انت دلوقتي كنت بتتكلم عن زياده نسبه التعاوض بقى. تمام. ايوه دي فعلا الست السؤال قالت الرئيسي اللي عايز اساله حضرتك، يعني المستشار قال كلمه في الاول ان هو من اعدام الاستثناء والدين. انا معاك في الموضوع ده، من اعدام الوعي الديني عندنا بعض الرجال، انا بعمل شغل بعض الرجال او بعض الازواج ما بيقتضيش بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه ما الصلاة والسلام. بيعرفش ان الزواج هو عباره عن موده ورحمه، مش ضرب هنا سب. طب تمام. ما ايه اللي يخليه يعمل كده يا استاذ عبير؟ يعني اكيد في اسباب واضحه ان يخليه يعمل كده. أسباب واضحة، هتقولي أسباب واضحة، طب هي الست ما هو اكيد انضرب يعني هو مش بني واضحة. ادم، سوري يعني اكيد هو مش بني ادم، هو انسان في الاول وفي الاخر، اكيد في حاجه بتستفزه او في حاجه بتزعله بتخليه يضطر للعنف، يعني مع ان انا ضد العنف بس انا بتكلم في الاسباب عشان نكون احنا ماسكين برضو يبقى مع الطرفين. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عليه لما كان الصلاة بيجي والسلام. يعاقب أي زوجة من أزواجه كان بيمد إيده عليها، كان بيضربها، كان بيهينها،
اظن في بيبقى عقاب، حتى لو هي غلطت بيبقى في عقاب، بس عقاب راجل محترم بيتعامل مع واحده ست واخدها من بيتها اميره ملكه خلاها بيت كده بيتعامل معاها لانها كخادمه. ماشي، دي حاجه. تعالى حاجه ثانيه، هي احنا دلوقتي طبعا شايفين ناس كتير قوي بتنزل تشتغل، قضينا بننزل الصبح نركب ستات كتير نازله تشتغل. ما هي الشغل ده والاستقلال المادي ده اسباب كبير، اسباب يعني ممكن الست لما تشتغل وتبقى اعلى من زوجها في المستوى الوظيفي، تمام، ساعات بتضطر القانون والخلع علشان بتقول لك لا انا خلاص انا كبرت عليك او كبرت عن وضعك. لا في ده احمد هتهدي بيتها عشان انت بتقول الكلام ده، انا هيبقى عندي ولاد احرمهم من ابوهم يا استاذه عبير، حياتهم كلها عشان كده. يا استاذة عبير، دلوقتي الست بقت يعني تريد ان تساوي نفسها بالزوج او بالراجل في جميع شؤون الحياة، وده امر لن يتحقق على الاطلاق ولو بعد 20 سنة. مين اللي حطينا في مرحلة المساواة؟ ايه اللي خلانا نحن نبقى نفكر ان احنا هيبقى في مساواة بيننا وبينكم؟ لانكم انتوا بتتعاملوا معانا مش بما يرضي الله، مش زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. مين قال يا فندم؟ وفين طاعة الزوج يا فندم؟ فين سنة الزواج؟ والزواج ده اتعمل ليه؟ ليه التكليف؟ طاعة الزوج رقم واحد في الزواج. ليه ليه ليه, ليه, ليه ربنا سبحانه وتعالى رفع التكليف عن المرأة يا فندم؟ احنا انا قلت لك دلوقتي عن الحالات اللي انا بكلمك عنها، ان الست ما تطلعش منها؟ لا. بص يا احمد عشان احدد لك الناس اللي انا بتكلم عنهم. انا بتكلم عن واحدة زي ما انت بتقول وصلت لمستوى معين في الشغل ومرضت على جوزها وقالت لا انت خلاص مش لا، ده حالات فرديه يعني، حالات فرديه مش بعيد. مش بعمم يعني. انا مش بعيد الموضوع ده، انا بتكلم عن موضوع الخالص ده بقى. طبعا احتراما للستات اللي بيشتغلوا في بيوت، تمام؟ تمام. واحده ست بتنزل تشتغل خادمه في بيت، ايه؟ علشان تثبت ذاتها او تحققها؟ ما اظنش. لا، تنزل تشتغل عشان تاكل ولادها وتصرف على بيتها وعلى الراجل اللي قاعد في البيت مش قادر يتحرك ويشتغل. واحده دي طلبت الطلاق، طب هتعيشه هيتحققها ولا لا؟ ساعتها ما تقولش نسبه الطلاق زادت ليه؟ تمام؟ لا، دي نازله بتشتغل يعني طبعا انت عارف طبعا هو طبعا كل يعني رساله اخيره بس عشان وقت حلقتنا، نسبه الطلاق زادت ليه؟ ايه السبب؟ ايه السبب الرئيسي؟ علشان بس يعني هل السبب هو قانون الخلع ولا ايه السبب الرئيسي بارتفاع نسبه الطلاق مثلا؟ احنا عايزين نعالج المشكله، احنا مش عايزين نتكلم في برامج كتير بتتكلم في المشكله، احنا عايزين بقى نعالج المشكله، عايزين نوعي الناس. كل راجل يتقي ربنا في الست اللي خد من اهلها ومن بيتها عايشه في حضن ابوها وامها ملكه، ياخدها على اساس ان هو بيتقال معاها سياسي سيد وهي انينه، ده الكلام ده انتهى خلاص. تعمل معاه بما يرضي الله وهي هتدي له كل الحنان والحب. الست المصريه بطبيعتها ست بتحب بيتها، بتحتوي بيتها، بتحتوي جوزها، بتحتوي ولادها، لكن يوم ما تلاقي الراجل بيتعدى حدود معاها اسفه ما تلزمنيش. الأستاذ عبير خضر، عشان وقت حضرتك أشكر حضرتك. الأستاذ عبير باحثة في شؤون المرأة، أشكر حضرتك شكرا جزيلا على المداخلة. أستاذ محمد فودة، هل الزوجة ايه حقوق الزوجه بقى بعد الطلاق؟ ايه الحقوق اللي بتاخدها بعد الطلاق من الزوجه؟ طبعا بعد عمليه الطلاق او بعد ان تطلق الزوجه ليها حقوق طبعا. ليها في لغه القانون ليها نفقه عده وليها نفقه متعه وليها مؤخر صداق بتاخده في الحاله دي. تمام. ايه هي حقوق بقى الرجل في قانون الاحوال الشخصيه؟ طبعا قانون الاحوال الشخصيه قنن حقوق الرجل في شيئين فقط، هما طلب الزوجة في بيت الطاعة، طبعا حق رؤية الأطفال. طيب عايزين بقى نتكلم عن قانون الرؤية. احنا خلاص بقى اتجوزوا واتطلقوا، ندخل بقى قانون الرؤية اللي هو أصلا المشكلة الأساسية اللي بيعاني منها الطرفين، سواء الأولاد في حضانة مين والكلام ده. قانون الرؤية هو نصت عليه المادة مشاكله يعني، عايزين نتكلم عن القانون. نصت عليه المادة 20 في قانون الأحوال الشخصية. تمام. وقرار وزير العدل رقم 1087. طبعا قانون الرؤيه ده هو بينظم رؤيه الاب لاولاده، او في لغه القانون هو بينظم رؤيه غير الحاضن للحاضن، وزي ما احنا قلنا دلوقتي مش لازم يبقى الام هي الحاضنه للاولاد في كلتا الاحوال. اي طرف من الثاني، احنا بنتكلم عن المشاكل ان كل واحد واخد الاولاد بيمنعه منعا باتا ان هو يشوفه، ولو شافه هو ده هو في مكان ده عام بقى وحراسه واخره مثلا المفروض 3 ساعات ممكن يبقى اخره ساعه، يعني ليه ما يبقاش ياخده مثلا يومين او 3 او كده يعني؟ أنا أقول لجنابك على حاجة،
دلوقتي تعنت تعنت الأزواج أو تعنت الزوجات في تنفيذ هذا القانون هو قانون الرؤية. أولا هو أصل الأصل في قانون الرؤية إيه؟ الأصل في قانون الرؤية هو التراضي ما بين الزوجين. إذا اتفق الزوج مع الزوجة على إن الزوج يرى ابنه مثلا يعني يوم بينهم في احترام الأسبوع. متبادل. طبعا طبعا. طيب في حالة عدم الاتفاق فبيلجأ الزوج إلى المحكمة لرفع دعوى رؤية ليرى ابنه أو يرى الطفل أو يرى الحضين. طيب فاحنا عندنا الأصل التراضي، إذا اتفق الزوجان فتمام. طيب دلوقتي قانون الرؤية ده 3 ساعات في الأسبوع. أنا دلوقتي ما يبقى عندي أب ما شافش ما أولاده شافش أولاده أو ما شافش ده ولده في 3 أسبوع كامل يشوفه 3 ساعات، فطبعا ده طبعا يتضرر منه الأب بصورة كبيرة جدا، وده بيضعنا تحت يعني نتاج مع مرور الأيام ومع مرور الشهور. أستاذ أحمد المجد مش عايز مكالمات بعد إذنك عشان وقت حلقتنا بس، تمام كمل حضرتك، معلش آسف إني قاطعتك. ده بيضعنا مع مرور الايام والشهور ان الشعور شعور الابن ان اتجاه الاب بينعدم تماما، اصبح الابن لا يشعر مين ابوه. من حق الطفل طبعا يعرف مين ابوه ومين جده ومين عمه الكلام ده كله. طب فطبعا بعد الطرف اللي بياخد بقى أولاده وبيسافروا بره بدون علم الطرف التاني، ده وضعه قانونيا ممكن هو يسافر بره مصر بره الدولة، هو هو طبعا وممكن يكون الزوج او الطرف التاني او الزوجة عموما يعني ما تعرفش ان هو سافر، ده بيبقى فجأة كده، هل ده في وضع قانوني اه بيحمي ده؟ طبعا اه طبعا بيعرض نفسه للمسؤوليه الجنائيه طبعا. تمام واصلا قبل الكلام ده كله الحضين بيوضع اسمه، بيدرج اسمه في القوائم الممنوعين من السفر، ولا يجوز تغيير اسمه على الاطلاق. فبالتالي ما لا مش هيعرف يخرج بره البلد. طيب ماذا يحتضن الأب أو الأم للأولاد في حالة زواج أحد الأطراف؟ يعني لو هو الأم هو اتجوزت الاب هو الاب في قانون الرؤيه او في او خلينا نقول في القانون القديم تمام، هو بيحتل مرتبة أخيرة طبعا في احتضان الابن تمام، في حين زواج الأم في حين وفاة الأم ده أمر طبعا سيان. ولكن في قانون الاستضافة الجديد فهو أصلا احنا يعني خلينا أقول للمشاهد حاجة، احنا عندنا قانون الاستضافة ده ما عندناش أي بنود تنص في قانون الأحوال الشخصية على الاستضافة. ولكن احنا ليه بنقول استضافة؟ معاهدة دولية مضت عليها مصر شأنها شأن باقي الدول في الاستضافة ده، وتلجأ بعض المحامين للمحاكم وترفع دعاوى استضافة وتلجأ في صحيفة دعواها إلى قانون الأحوال الشخصية. قانون الأحوال الشخصية مفيش فيه أي بند ينص على الاستضافة، فبالتالي لا وجود للاستضافة. ولكن هو ونص القانون الجديد أو يعني مشروع القانون الذي دلوقتي تحت قبة البرلمان ولم ينتج حتى الآن ولم ينشر تمام بالجريدة الرسمية، هو أوجب على الاستضافة. طبعا من حق كل أب أن يستضيف ابنه 3 أيام في الأسبوع، وده ما نص عليه القانون في هذه الحالة. تمام استاذ احمد معانا مكالمه. طيب ماشي. طيب انا عايز بقى اعرف الطلاق له اثر نفسي على الاولاد، لان في ازمات كتير جدا، يعني انا بشوف ان الضحيه دايما مش ان الزوج او الزوجه، يعني الزوج بيطلق وبيتجوز، الزوجه بتطلق وبتتجوز او بتشوف حياتها عموما، الاطفال او الاولاد او الابناء ايه اثر الأطفال الطلاق طبعا عليهم؟ أكيد ليهم أكيد يقع عليهم أضرار نفسية وأضرار مادية. طفل ما بيشوفش أبوه، ما يعرفش مين أبوه. طبعا ناهيك عن إن الزوجة يعني بتقول للطفل ده أبوك ما عملش، ده أبوك سايبك، بتعنف ده أبوك الطفل ضد طبعا باباه. بتعنف الطفل يعني أبوك ما عملش وأبوك ده، لدرجة إنها بتقول يا فندم تنفيذ قانون الرؤية ده أبوك جه قعد معاك ساعتين ومشي. طب ده أمر غير مقبول يعني. إزاي ناهيك بقى عن إن الطفل هو صغير غير وهو كبير. بالظبط. طيب عايز اعرف بقى، هل جواز القاصرات واللي طبعا منتشر في بعض المحافظات الجمهوريه زي الشرقيه او غيرها، تمام، له اثر كبير او في انتشار الطلاق او نسبه ارتفاع الطلاق؟ اه طبعا. هو احنا زي ما احنا قلنا في حالات الطلاق في سنة 2018 جهاز التعبئة والإحصاء 1,000,000 حالة، حالات زواج القاصرات مليون حاله، ده رقم كبير جدا. يا فندم حالات زواج قاصرات الزواج بس 18 مليون حالة في 2018، 18 مليون حالة من 120 مصري 18 مليون حالة يا 120 فندم، مليون حاجة مصري أمر يعني يعني زي حاجة مهولة. فعلا. ده زواج القاصرات بس. طبعا احنا عندنا في لغة القانون القانون لا يجرم زواج القاصرات، ملهوش تجريم؟ لا يجرم زواج القاصرات على الإطلاق. ازاي بقى؟ لا يوجد أي نص. ازاي اصلا يعني المفروض ان قانون قاصرات يعني المفروض ان مفيش زواج بقى تحت سن ال 18 سنة، يبقى ازاي ما يا في ما فندم عندنا بيجربش؟ طب قانون ازاي القانون بيحمي ده؟ المادة 143 من قانون الأحوال المدنية نصت على عدم توثيق جواز القاصرات.
تمام تمام انا بتكلم على الجواز في حد ذاته، جواز يا استاذ احمد في حد ذاته كزواج، كزواج من حق اي اب انه يزوج بنته في اي وقت في اي عمر. انا ماليش علاقه كقانون، انا ماليش علاقه لو خاطب الاب في هذه الحاله، انا بخاطب توثيق الزواج نفسه. توثيق الزواج لا نفسه يجوز. اي انا عندي في القانون يا فندم طيب ماده. ما هي هي استاذ محمد، يعني انت بتخاطب، انت المفروض ان انت معترف كقانون ان لازم يكون سنها تم، سنها تم 18 سنه، وعلى هذا الاساس انا عندي عشان خاطر تطلع لها وثيقه زواج. طب هي لو تحت السن القانون يحميها ازاي؟ يعني هي لو تزوجت يا فندم يا فندم القانون وانجبت يا فندم القانون، القانون يمنع توثيق الزواج. احنا عندنا الماده 143 دي، اي زواج دون سن 18 هو زواج باطل في نظر القانون، مش موجود. انا ازاي احمي حاجه مش موجوده؟ طيب عشان وقت حياتنا بدا يعني ينتهي، عايزين بس رساله اخيره، ازاي نقدر قانونيا نحافظ على حقوق الاطفال من ناحيه النفقه؟ النفقه دي لان في كتير بيعانوا من المشكله ديت بعد طلاق الزوجه، الزوج بيهرب من حوار النفقه دي خالص. يعني انا طبعا في اعتقادي الخاص هو طبعا الزوج بيتهرب بالفعل من النفقات وما يليها، ولكن انا يعني هو تراضي، تراضي ما بين الزوجين، تراضي على مبلغ معين، التراضي ده في الاول وفي الاخر ده اولاده يعني. المفروض يعني ان هو يستشعر، لان هو اصلا لما بيجي يتجوز وتمام وخلاص بيشوف حياه تانية وبيخلف كمان او بينجب من زوجه تانية تمام، هو في الاول بينسى اولاده التانيين. بالظبط، وده بيخلي الزوجه كمان يعني ده سبب من اسباب تعنت الزوجه في الرؤيه، ان هي ترفض ان الاب يرى اولاده. انت ما بتصرفش، ما بتنفقش. كلمة أخيرة، رسالتك القانونية لكل الأزواج أو المطلقين. وأنا أنا بناشد الأزواج دلوقتي، لا بلاش المطلقين، الطلاق خلاص. أو المطلقين يعني اللي هم أصلا بينهم خلافات يعني، رسالة أخيرة بس عشان وقت حلقتك. الأزواج يا فندم يعني هو الرجل حينما يغضب يعني بيتقوقع. تمام، والزوجة حينما تغضب يعني بتنطوي، بتبقى بتحتاج من يحنو عليها. تمام. فيعني ده مش أمر مكلف ولا أمر صعب جدا ده بالنسبة للأزواج. تمام. قبل ما اختم بقى عايز اقول كلمه للساده المشاهدين، الخلافات بين الازواج بيخلي الاطفال شخصيتهم مشوهه، ما يعرفوش يعني ايه معنى الاسره، وفعلا لازم الازواج يصالحوا بعض بعيوبهم من الاول عشان نتفادى الانفصال اصلا. لو حصل لا قدر الله يعني، ما يكونش خلافاتنا الشخصيه والانتقاميه هي ضحيتها الاطفال او ضحيتها الاطفال، ولازم نغرس في نفوس أطفالنا أو أبنائنا معنى الأسرة الحقيقي، بلاش يدفعوا تمن كل أخطائنا. عايز أشكر سيادة المستشار محمد فودة المحامي لدى المحاكم الجنائية ومجلس الدولة تمام، والأمن الدولة العليا تمام، مستشار شكرا جزيلا. شكرا إن شاء الله نستفيد من معلوماتك القانونية في الحلقات اللي جاية. كمان عايز أشكر أهلي جدا واللي وقفوا جنبي، وعايز أشكر كمان قبل ما أنسى الأستاذ أمين عالم الدين وفريق الإعداد، الأستاذ أحمد الشحات والأستاذة هايدي والأستاذة رايا والأستاذ سعد. ألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله، تصبحوا على خير.